اهلا بكم دائما معنا مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الاسبوعي، هذه حلقه جديده من برنامج اسيا. مقترحات ببدء محادثات مشتركه بين الصين واليابان وكوريا في الوقت الذي بدات فيه روسيا والصين تدريبات عسكريه مشتركه في بحر اليابان، حيث ذكرت وكاله كيودو اليابانيه للانباء ان كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي أعلن عن إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية في إشارة لاستعداد الدول الثلاثة لاستئناف المحادثات. كما أكد أن اليابان ستسرع من وتيرة الترتيبات لعقدها مع نهاية العام الحالي. كثير من المراقبين يرون أن هناك قلقا لدى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما كما تعلمون دولتان حليفتان للولايات المتحدة، من تزايد النفوذ العسكري للصين ومن تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بسبب عدد من الملفات، من بينها ملف التجارة وقضية تايوان. وكانت آخر مرة التقى فيها زعماء الدول الثلاثة في ديسمبر عام 2019. تأتي هذه التطورات فيما أعلن التلفزيون المركزي الصيني أن الصين وروسيا بدأتا تدريباتهما البحرية وأيضا التدريبات الجوية المشتركة في بحر اليابان، وأن الجانبين سيركزان بشكل أساسي في التدريبات على الحماية البحرية والجوية وكذلك الردع وصد الهجمات ومجالات أخرى مرتبطة بالعمليات العسكرية. تفاصيل أكثر نتعرف عليها في سياق التقرير التالي، وبعده نبدأ النقاش. اقترح كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي إجراء محادثات رسمية رفيعة المستوى بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير خارجية اليابان في اندونيسيا هذا الشهر. وتقول مصادر دبلوماسية ان المقترح فيما يبدو اشارة لاستعداد الدول الثلاث لاستئناف المحادثات، وعلى ان اليابان ستسرع وتيرة الترتيبات لعقدها بنهاية هذا العام. وهناك قلق لدى اليابان وكوريا الجنوبية، وهما دولتان حليفتان للولايات المتحدة، من تزايد النفوذ العسكري للصين ومن تصاعد التوتر بين بكين وواشنطن بسبب عدد من الملفات من بينها التجارة وتايوان. ولم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الأمر بعد. كان وانغ يي التقى مع وزير الخارجية الياباني على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في إندونيسيا في 14 من يوليو الجاري، وناقشا خطة يابانية لتصريف مياه معالجة من الإشعاع من محطة فوكوشيما النووية المعطلة، لكن لم يتوصلا إلى اتفاق. وتعتبر مسألة المياه حجر عثرة تمنع اجتماعا يعقد مبكرا لزعماء الدول الثلاث. وكانت آخر مرة التقى فيها زعماء الدول الثلاث في ديسمبر من عام 2019. وخلال الاجتماع أبلغت اليابان كوريا الجنوبية بمقترح وانغ يي بعقد محادثات. بعد أن تابعنا هذا التقرير أدعوكم للترحيب بضيفي وضيفكم الذي نشرف به هنا في الاستوديو للنقاش في هذا الموضوع، الأستاذ رامي إبراهيم الباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم أستاذ رامي. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين. دائما أسعد بوجود حضرتك وتشريفك لنا في برنامج آسيا. أنا سعيد. اللافت للنظر فيما تابعنا من أخبار وأيضا فيما تناوله التقرير أنه في التوقيت الذي سمعنا فيه عن الدعوة لإجراء هذه المحاورات بين الدول أو النقاشات بين الدول الثلاثة الصين وكوريا الجنوبية واليابان، كان هناك مناورات عسكرية صينية روسية أيضا كشكل من أشكال التذكير بقوة الصين أو ما شابه. هل هناك تناقض بين الأمرين أم أنه الأمر يبدو متسقا في سياق تطورات الأحداث؟ لا، هو قد يعني يبان أن في تناقض ما بين الأمرين، لكن الأمر فعلا متسق فيما يتعلق بالأحداث الدولية أو طبيعة العلاقات ما بين البلدين، ما بين الصين واليابان وأيضا ما بين روسيا والصين واليابان. الأمر مرتبط بأحداث ممكن بعضها تاريخي وبعضها متعلق بالأزمة الحالية. لو بدأنا تاريخيا وأسباب أن الصين تجري مناورات في بحر اليابان أو في هذه المنطقة بالذات، تقريبا في نهاية القرن التاسع عشر كان في حرب صينية يابانية، واستطاع الجيش الياباني أو البطولة اليابانية هزيمة الصين والفرض السيطرة الكاملة على جزر موجودة سواء في بحر اليابان أو في بحر الصين الشرقي، أو يسموها اليابان تطلق عليها جزر سينكاكو، وأيضا الصين من ناحيتها تسميها جزر يويو حاجة زي كده يعني حسب الترجمة فيما يتعلق بمسميات هذه الجزر. ثم استمر هذا الوضع حتى البداية تقريبا في عام 37 نشبت أرضا أيضا حرب ما بين اليابان والصين في اطار يعني الحرب العالميه الثانيه او ما يتعلق بها،
تبعتها طبعا توسع نطاق الحرب حتى عام 45. انتهت هذه الحرب بانتصار دول الحلفاء على دول المحور واستسلام اليابان. لما استسلمت اليابان خضعت كامل أراضيها، فقط الاستسلام إلى الاحتلال أو السيطرة الأمريكية. وخلال هذه الفترة عادت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الجزر للسيادة اليابانية مرة أخرى، واستمرت هذه الأحداث. والدول الصين تدعي أن هذه الجزر مملوكة لها بحكم هي أقرب إلى شواطئها من اليابان، واليابان تدعي سيطرتها على هذه الجزر. لذلك بدأت حتى هذه المناورات مش مرة واحدة بس، في احتكاكات ما بين الصين واليابان في هذه المنطقة. بعض الطائرات أو حتى السفن الحربية وسفن الصيد الصينية وغيرها بتخترق هذه المياه بحجة أن هذه الجزر طبعا يعني هي جزر صينية، وأيا كان هي هذه الجزر تابعة لأي دولة. حسم ملكية الجزر صعب؟ صعب، من الحاجات الأولى جدا مستبعدة. وقد يستمر هذا الصراع. أنا ما أقصدش حسمها حسب قوة الدولتين، أنا قصدي أحقية أو الحق مع من؟ مع الصين أم اليابان؟ الحق مع من؟ هذه لها جذور تاريخية بعيدة لا يستطيع أحد. طبعا الصين عبر تاريخها مرت بحروب، والعالم كله مر بحروب طويلة، حتى من أول إمبراطوريات زي مثلا المغول والإمبراطورية مثلا الرومانية وغيرها، والفارسية وغيرها. كل هذه المناطق كانت بتخضع لعمليات احتلال متبادلة. فأيا كان الاتفاقيات التي كانت تتم في هذه الحالة، لا نستطيع حسم موقف الجزر هذه. يعني الجزر الملف ده معقد، ملف معقد، صعب الحسم فيه، صعب الحسم فيه تاريخيا كمان. يعني حتى تاريخيا ما تقدرش تقول ان هذه الاراضي مملوكة لمن او سيادتها الكاملة تخضع لهذه الدول. كما احنا كمان كدول او كباحثين يعني احيانا بيؤخذ علينا ان احنا نفرض او نقول ان هذه الجزر تابعة لسيادة الدولة على أخرى. تمام، لأن كل دولة لديها الحجة أو الحجج اللي هي بتستطيع بيها ضحض هذه النتائج التي يتوصل لها الباحثين بغض النظر عن ده ملف الخلاف الرئيس ما بين اليابان والصين. يعني لولا هذه الجزر لكانت العلاقات طيبة؟ هي العلاقات طيبة على المستوى التجاري، بس لولا هذه الجزر وأيضا ميول اليابان أو أن هي من دول الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية وتساندها في سياستها ضد الصين. وحتى خلال السنوات الأخيرة تم تشكيل تحالف رباعي يسمى الكواد أو كواد، هو يضم اليابان وأستراليا والهند والولايات المتحدة الأمريكية. فإحنا عندنا الملف النزاع أو الصراع القائم الفعلي ما بين اليابان والصين قائم على ثلاث محاور. المحور الأول وهو فيما يتعلق بالجزر، وأن الصين طرأ حكيتها في هذه الجزر، وأن هذه الجزر خاضعة لسيادتها. وخاصة زاد هذا الصراع لما في هذه الجزر غير مأهولة، وطبعا ما كانش كان في الأول خالص ما بدأش يظهر فيها ما يسمى بالثورات أو بعض المعادن قد تكون ثمينة. لما بدأت تظهر هذه المعادن زاد الصراع أكثر، وكل دولة تدعي أحقيتها. حتى في سنة 72 لما بدأت العلاقات الدبلوماسية بين اليابان والصين تقريبا اتفقوا أنه لتأجيل هذه المرحلة لأجيال المقبلة. وكان الصين يعني لديها الرئيس الوزراء الصيني في حين ذاك كان لديه رئيس الصيني كان لديه حكمة في هذا الأمر، وهو أن تطالب الصين بهذه الجزر أو التفاوض عليها من منطلق قوة عندما تستعيد قوتها الاقتصادية وقوتها العسكرية وتجد نفسها مؤهلة وقادرة على المواجهة والردع في حين تطلب الأمر ذلك. يبقى دي ملف الجزر رقم واحد ما بين الصراع أو النزاع الصيني الياباني، رغم أن الصين هي الشريك التجاري الأول اليابان. النزاع الثاني وهو أن اليابان تتخذ موقف الولايات المتحدة فيما يتعلق بأزمة تايوان، وأنها ترى تايوان دولة مستقلة عن الصين، رغم أن الصين تطالب الدول أن باعتراف مبدأ الصين الوحيدة أن تايوان جزء من أراضيها أو بيسميه الجزء المتمرد من أراضيها. ده جزء. نيجي بقى للملف الجزئية تانية أخرى، وهي يعني مش بس ان هي بتدور في فلك السياسة الامريكية، في الفترة الاخيرة كمان بدأ ملف جديد يطرق على الساحة، خاصة بعد النشاط المكثف للولايات المتحدة في منطقة شرق اسيا. تقريبا اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان من الدول المنتجة لاكبر قدر من الرقائق الالكترونية او ما يسمى اشباه الموصلات،
واللي هي التي تدخل في جميع المجالات التكنولوجيه والالكترونيه التي نستخدمها في حياتنا الطبيعيه، في السيارات وغيرها من الصناعات المتعلقه بالتكنولوجيا والالكترونيات وغيرها. وخلال الفتره الاخيره بدات اليابان بطلب من الولايات المتحده وضع قيود على تصدير التكنولوجيا المتقدمه واشباه الموصلات اللي هي الرقائق الالكترونيه الى الصين، وده خلق ازمه ليها في بعض الصناعات التي كانت تعتمد على هذه المنتجات. ايضا هذا الملف من ضمن الملفات التي تهم الصين بشكل كبير جدا، لانه قد يؤثر عليها ويؤثر على صناعات كثيره جدا من الصناعات الصينيه، وده هذا يدخل ضمن اطار الحرب الاقتصاديه. يمكن بعد تلويح الصين اكثر من مره بان هي ممكن تحتاج يعني تقوم بعمل عسكري ضد تايوان، وهي بعض المناورات اللي اجرتها في مضيق تايوان وغيرها من الاحتكاكات الجويه، كان على يعني على اثر زياره رئيسة مجلس النواب البروس النواب الامريكي بيولوس الى تايوان. طيب. بالضبط كده بدات الصين يعني تتخذ نوع من يعني الاسلوب الخشن شويه في التعامل مع الازمه. فطبعا الولايات المتحده عشان تبدا تفتح جبهه عسكريه ثاني في شرق اسيا في هذا التوقيت، في ظل الحرب الروسيه الاوكرانيه التي لم تحسم بعد، ولم يعلم احد متى تحسم ومتى تنتهي نتائجها، فبدات ان هي تتخذ مجموعه من القيود على بعض الصادرات الواردات الصينيه التي تتعلق بالصناعه الصينيه. من اهم بقى الملفات وجزء يتعلق بالجزء الامني وضمن السياسه الامريكيه هو ان حلف شمال الاطلسي الناتو كان اعلن ان هو هيفتح مكتب ليه في اليابان، وده بيعمل قلق كبير جدا للصين. ربما المكتب يتحول بعد ذلك الى قواعد عسكريه تابعه للحلف، ربما ارهاصات لانضمام اليابان للحلف. بالظبط كده يعني. فبالتالي لكن هو اللافت للنظر هنا، وانا اسف انا بقطع حضرتك بس لكي تبقى الفكره الرئيسه حيه، يعني اللافت للنظر انه رغم هذه التباينات في الرؤى في المجال العسكري او شكل الخلافات او النزاعات ما بين الصين واليابان، الا انه حضرتك ذكرت انه الصين هي الشريك التجاري رقم واحد بالنسبه لليابان. ده صحيح. بما يؤشر انه هناك علاقات جيده، يعني خلينا نصف على الاقل بانها علاقات جيده على المستوى الاقتصادي والتجاري وما الى ذلك. فلعل يكون هناك سؤال مؤجل، هل من ممكن انه يعني لغه المصالح الاقتصاديه، او هل من ممكن ان الاقتصاد يعني يطفئ نار الخلافات العسكريه او ما شابه؟ هنؤجله قليلا لحد برضه ما حضرتك تحدثت عن طبيعه العلاقات ما بين الصين وكوريا الجنوبيه، لعلها تكون شبيهه بنفس العلاقات ما بين الصين واليابان. العلاقات ما بين الصين وكوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه تتخذ سياسه الحذر الشديد جدا مع الصين، لان كوريا الجنوبيه واليابان، طبعا احنا قلنا ان كوريا الجنوبيه واليابان من الدول الحليفه للولايات المتحده الامريكيه، وهذا امر معلن، وهي كوريا الجنوبيه تعتبر الشريك التجاري الثاني مع الصين، وتقريبا اليابان وكوريا الجنوبيه حسب الارقام المتداوله او بعض التقارير المتداوله ان هم تجارتهم الدوليه تمثل 25% منها بيروح للصين، فهي بالنسبه الصين لكوريا الجنوبيه هي سوق كبير جدا لصناعتها وسوق مهم ايضا جدا لصناعتها، لكن لا تستطيع ان تتعامل معها في اطار الشراكه الاستراتيجيه او ان يكون علاقتها بها على المستوى السياسي يتخطى علاقتها مع الولايات المتحده الامريكيه. من هم بتقدر تعزل ما بين التعامل العلاقات السياسيه والدبلوماسيه وغيرها العسكريه ايضا ما بين العلاقات التجاريه. لكن ما فيش خلافات ما بين كوريا الجنوبيه والصين كتلك التي بين اليابان والصين. لا، الخلافات طفيفه فقط ان كوريا حليف لواشنطن. بالظبط، تبقى خلافات محدوده بيتم تداركها من قبل الجانبين، حتى كوريا الجنوبيه نفسها بدات تعيد صياغتها فيما يتعلق باليابان، بدات تبعد متعلق بتايوان، بدات تستبعد فكره ان تايوان دوله مستقله، وبدات تلمح يعني ان الصين تتعامل مع الصين على اساس ان الصين على مبدا الصين الواحده، ان الصين كلها ارض واحده، وان تايوان جزء من الاراضي الصينيه. حتى لو احنا دورنا، رغم ان حتى الاثنين اللي كوريا الجنوبيه واليابان الاثنين من دول حليفه للولايات
المتحده، الا ان هما الاثنين ايضا الدولتين ما بينهما صراع ونزاع حتى تاريخي ما بين كوريا الجنوبيه واليابان. لكن في ما بين الدول الثلاثه من ضمن برضو الملفات المهمه جدا اللي هتتمها، يعني متوقع ان يناقشها الاجتماع المقبل ما بين اطراف الثلاثه او المناقشات المقترح اجراءها، ان كان في اتفاق في 2012 او ما قبلها على انشاء منطقه تجاره حره ما بين الاطراف الثلاثه او ما بين الدول الثلاث. ثم بناء على الخلافات ما بين هذه الدول سواء كانت الصين او غيرها بدات توقفت هذه المفاوضات. ثم يعني من ضمن المخطط انهم يتم او مقرر ان هو يتم استئناف هذه المفاوضات مره اخرى لاقامه منطقه تجاره كبرى، طبعا من اكبر المناطق التجاريه الحره في شرق اسيا ما بين الدول الثلاثه خاصه، وانه حجم التبادل التجاري ما بينهم كبير ضخم جدا. التبادل التجاري بين كوريا الجنوبيه والصين تقريبا تخطى 350 مليار دولار في العام 2022 او 21. كان ايضا برضو اليابان والصين تخطى التبادل التجاري بينهم 300 مليار وغيرها من التبادلات. فالعلاقات التجاريه في بيقدروا يخلوها في معزل جزئيا عن العلاقات العلاقات العسكريه او الدبلوماسيه. الصين لا تخشى، يعني الصين من ضمن ايضا الدول الشريكه او الحليفه لها كوريا الشماليه، فبالتالي النزاع ما بين كوريا الجنوبيه وبين كوريا الشماليه بيأثر على العلاقات ما بين كوريا الجنوبيه والصين. تمام. فبالتالي العلاقات السياسيه يعني ايه رايحه جايه ما بين، لكن الشيء اللي هو لفت النظر انه في نقاط تلاقي على الاقل بين الدول الثلاثه. ده صحيح، حتى وان كانت اقتصاديه او تجاريه او مرتبطه بمنافع متبادله بين الدول الثلاثه. لكن قبل ما برضو نمضي خطوه للامام، لعله من المفيد نعرف خلفيه العلاقات ما بين كوريا الجنوبيه واليابان، لانه حضرتك بتقول انه في نزاعات او خلافات حاده بين الطرفين. اليابان او الامبراطوريه اليابانيه كانت محتله شبه الجزيره الكوريه تقريبا، احتلتها في 1910 تقريبا. واستمر هذا الاحتلال حتى انتهاء الحرب العالميه السنه زي ما قلت بهزيمه دول المحور واستسلام اليابان. خلال هذه الفتره طبعا احنا بعد 45 49 بدات اللي هو ايه الانفصال ما بين كوريتين او جزيره كوريا، شبه جزيره كوريا. الجزء الجنوبي كان في حيز الولايات المتحده الامريكيه والجزء الشمالي كان في حيز الاتحاد السوفيتي، وبدا الصراع. لكن لما من بس من بعد الاحتلال الياباني لكوريا الجنوبيه بدات تظهر على الساحه ان الجيش الياباني، وهذا وده كلام معلن ورسمي، حتى اليابان نفسها اعتذرت، يعني انا ما بقولش حاجه من عندي، كلام مرسل يعني. لا مش كلام مرسل، ده اعتراف رسمي من اليابان، وطلعت اعتذرت. وما زالت حتى الان النزاع ما بين الدولتين والمفاوضات رايحه جايه بخصوص هذا الشان حتى عام 2019 وما غيره حتى إيه؟ الان اللي هو ان الجيش الياباني كان اسف بيختطف او بيجند بعض النساء الكوريات وبعض حتى من الصين ومينمار وبعض الدول المحيطه بهذه المنطقه التي كان يحتلها او يستعمرها، ويحطوهم في زي بيوت بغاء او غيرها للترفيه عن الجنود اليابانيين اللي هم طبعا تاركين اراضيهم واثارهم. فكان بيستخدمهم ك يعني اداه جنسيه لاشباع رغبه هذه يعني هؤلاء الجنود. و الارقام كانت كبيره استاذ رامي، تقريبا الارقام كانت بتتكلم في 200,000 وزياده عن 200,000 سيده او يعني 200,000 انثى، يعني كان بقى سيده او امراه ايا كان، يعني متذكرات زوجها من كوريا الجنوبيه وميانمار ومينمار وتقريبا والصين، بعض الدول اللي كانت الصين في هذه الفتره كان جزء منها محتل لليابان. وطبعا احنا كنا عارفين الاستعمار البريطاني وغيرها من فتره الاستعمار لدول بعض دول شرق اسيا. سمي هذا الازمه بازمه نساء المتعه، ان هو استخدام النساء في انا اسف يعني الامتاع يعني الجيش الياباني الجيش الياباني تمام. وحتى الان هذه طلع اعتذرت اليابان وبدات تقيم اعتذرت بشكل رسمي لكن واضح انه كوريا الجنوبيه لم تتجاوز هذه لم تتجاوز في بعض النشاطات اللي هم عاشوا لفتره قريبه او حتى من بعض مناصرهم او بعض نشاط الكويات اللي هم موجودين في كوريا الجنوبيه من حين لاخر بيعيدوا احياء الازمه مره اخرى على الساحه. طبعا ده بيضايق اليابان جدا، انا بيفكرها بانتهاك لحقوق الانسان وغيرها من الانتهاكات التي قام بها الجيش الياباني فتره لحد يعني منذ احتلاله بعض الدول المجاوره ليه او بعض المناطق حتى انتهاء الحرب العالميه الثانيه في 45. مش بس كده، كمان
تقريبا كان في طلب ان هم طلبوا بتعويضات، وبدا ان هو فعلا تم انشاء صندوق للتعويضات ثم توقف هذا الامر. كان من ضمن برضو الخلافات ان الجانب الكوري اقام بعد التماثيل امام القنصليات والسفارات اليابانيه في بلاده ليجسد هذا الحدث بكافه تفاصيله، وده بيخلق ازمه اليابان اللي هي بتقول طبعا تخلصت من هذه الفتره وبدات اليابان بشكل ديمقراطي مختلف تماما عما كانت عليه في الامبراطوريه اليابانيه. انه هو واضح من كلام حضرتك انه حتى على المستوى الرسمي من الممكن يكون حدث شكل من اشكال يعني محاوله الاعتذار او اصلاح الملف، لكن على المستوى الشعبي واضح انه الشعب الكوري الجنوبي لم يتجاوز هذه النقطه بشكل او باخر، فده اوجد شكل من اشكال التباعد النسبي ما بين كوريا الجنوبيه واليابان. حضرتك احنا بنتكلم على 200 الف امراه سواء كانت فتاه او سيده، تمام؟ 200 الف يعني تقدر رقم كبير. رقم كبير جدا، لو ضربنا حتى على متوسط 1.5 يعتبر ما بين 100 الف ل 130 الف اسره، لو من واحد يعني لو تقدم كل اسرتين مثلا ثلاثه، يعني في اسره ممكن يبقى منها اثنين، في اسره ممكن يبقى منها ثلاثه، في اسره ممكن يبقى منها فتاه او امراه يعني او سيده ايا كان المسمى. فهذا بيتكلم على 100 او ما يتجاوز ال 130 الف اسره تم اخذ منهم نساء بنظام العبوديه الجنسيه كاداه لرغبه للترفيه عن الامور. فكل اسره من دول لهم جده يعني امتداد الاجيال الجديده ورثت هذه المشكله. ما حدش بيقدر ينسى اي اهانه موجهه ليه، ما بالك بقى بانتهاكات جسديه وجنسيه وغيرها. فهذه دي هي الازمه ما بين الدولتين يعني. لكن العلاقات التجاريه يعني برضو مقبوله وبرضو يعني رايحه جايه بينهم، لكن ما بتاثرش او بالشكل الايه طيب الكافي. اعود مع حضرتك للسؤال الذي طرحته منذ قليل ونجمع كوريا الجنوبيه تحت مظله هذا السؤال. هل من الممكن انه المصالح الاقتصاديه بين الدول الثلاثه يعني تجمع اكثر مما تفرق المشاكل العسكريه او الخلافات على بعض الملفات كملكيه الجزر او حتى ملف العبوديه الجنسيه اللي حضرتك اشرت اليه منذ قليل؟ الملف التجاري والاقتصادي قد يجمع هذه الدول في هذه الجزئيه فقط، لان رغبه الشعوب في النمو ويعني توفير مستوى معيشه ملائم وحفاظ كل دوله من دول على يعني امكانياتها الاقتصاديه، لان القوه الاقتصاديه هي الاساس اللي بتمول منها استقرار القوه السياسيه والمجتمعيه داخل البلاد والقوه العسكريه. لكن الاحداث الجاريه على الساحه الان والاحداث المقبله لا تجعل احد يتوقع الى اي نصفص العلاقات بالدول الثلاثه او حتى في محيط شرق اسيا، لان في نتائج مهمه جدا مترتبه على هذا الامر. يعني مش بس العلاقات نفسهم، الحرب الروسيه الاوكرانيه الكل ما زال ينتظر نتائج هذه الحرب الى اي مدى ستنتهي والنتائج التي ستصفر عنها وشكل النظام الدولي التي سيصفر عن هذه الحرب. اليابان خلال السنة الماضية أو تقريبا بدأت تحط خطة لرفع الإنتاج، رفع الإنفاق العسكري من 1% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2%، وده رقم ضخم جدا بحوالي إنفاق تقريبا كان الأرقام الموجودة 320 مليار دولار، وده سيرفع ترتيبها في ضمن الجيوش اللي هي أكثر إنفاقا، وهي طبيعة الحال بطبيعتها ضمن الجيوش العشرة الأوائل في تقريبا تخضع للمركز الثامن او السابع حاجه زي كده، وبعد هذا الانفاق ستكون في مركز متقدم. الانفاق العسكري الياباني وان هي وضعت الخطه لرفع هذا الانفاق اللي ب 320 مليار خلال خطه خمسيه خلال خمس سنوات، و كثافه شراء الاسلحه من قبل استراليا التي تشتريها الاسلحه من الولايات المتحده وغيرها والحصول على غواصات نوويه وغيرها، ده يدل على ان في مسرح عمليات يتجهز في شرق اسيا، وان الولايات المتحده لن ولم تقبل بان يكون في ان تؤثر العلاقات الاقتصاديه ما بين الدول الثلاثه على التعاون السياسي والعسكري حتى لا تجد نفسها يعني ضعفت في مواجهه الصين. مسرح عمليات بيتم تجهيزه فين؟ تايوان؟ لا، تايوان جزء من الارض الصينيه، جزيرة تايوان هي جزء من الأرض الصينية، لكن مسرح عمليات عسكرية في شرق آسيا بيتم تجهيزه، وده يعني يتوقف الأمر عليه بناء على نتائج الحرب الروسية الأوكرانية. هل انتصرت روسيا فبالتالي تقدر تتعاون مع الصين والولايات المتحدة تركز قوي على التركز بشكل أكثر على المفاوضات، ولا اتهزمت روسيا وقدرت الولايات المتحدة إن هي
تحقق نتائج عسكريه في روسيا، فبالتالي تقدر تستطيع ان هي تتفرغ او تاخد اجراء اكثر قوه واكثر خشونه، اجراء عسكري اخر تقصد، او تشعل نار تشعل نار الحرب في تايوان بشكل واضح وصريح. لا مش تشعلها. الصين يعني زي ما قلت ان هي بتحاول تكون وقت المواجهه تكون مستعده ولديها الامكانيات للمواجهه والردع. تمام. الولايات المتحده تعلم جيدا اذا انتصرت روسيا في حرب في اوكرانيا هيبقى في تعاون ما بين الدولتين، يبقى اذا عشان هي تاخد اي اجراء عسكري ضد الصين معناها ان هذا الاجراء العسكري موجه لكوريا الشماليه وروسيا والصين في ان واحد. طب انا حساباتها مره اخرى. طب انا هقوله حضرتك صحح لي. اتفضل. مسرح الاعمال اللي حضرتك تقصده بيشمل في القلب تايوان وكوريا واليابان. واليابان. ومن الممكن يكون كوريا الجنوبيه ما تقدرش تحسم امر معاها. لان هي يعني حسب ظروف الولايات المتحده معاها في هذا الوقت. تمام. الا لو بدات كوريا تتوسع نطاق الحرب ودخلت كوريا الشماليه مساندة لدعم للصين ودخلت معاها روسيا اضطرت تدخل كوريا الجنوبية. طب اليابان تحفظت انه حتى في حالة نشوب صراع او مواجهة عسكرية تحفظت على فكرة انها تتواجد بشكل مباشر، هي طبقا لبعض التقارير التي تحدثت فدا قالت انها ممكن تقدم بعض الخدمات اللوجستية وما شابه يعني، لكن تدخل مباشر هيبقى لم يحسن بعد. الصين مش هتدخل دخل مباشر في حرب روسيا الاوكرانيه. اليابان تقصد؟ انت عارف بالنسبه لايه؟ اليابان قدمت مساعدات تقريبا كبيره جدا لاوكرانيا، وموقفها معلن ان هي تساند كييف بشكل كبير جدا ودعمتها بخمس مليارات دولار وايضا تدعمها بدعم لوجستي كبير جدا. الحرب ليست هي ان انا ممكن اساندك ان انا ادخل معاك بشكل مباشر في الحرب، لكن ممكن اقدم لك الدعم اللوجستي الكامل اللي يمكنك من الاستمرار والمواجهه والردع. وده اللي بتعمل يعني عليه اليابان. يعني اليابان لو عملت كده هل ممكن انه ده يجعل الصين انها برضه؟ ما هي اليابان بتعمل كده فعلا. يعني هي قدمت 5 مليار لا انا بتكلم في انا بتكلم يا استاذ رامي في حاله لو نشب الصراع في تايوان. مسرح العمليات هيكون تايوان فقط ولا ممكن هو يمتد لدول اخرى؟ الطبيعي ان مسرح العمليات هيتوسع لان الولايات المتحده لديها قواعد عسكريه في اليابان، واليابان من منذ الحرب العالميه استلمها في الحرب العالميه الثانيه وتعتمد في جزء كبير جدا من حمايتها والدفاع عنها على القواعد العسكريه الموجوده الامريكيه الموجوده، وجزء كبير جدا من الاسلحه بتاعتها تعتمد على تصدير من الولايات المتحده وبعض الدول الغربيه. والان اليابان عندها خطه وطورت من بعض الصواريخ بتاعتها، هذه الصواريخ طويله المدى تصل الى 3 دول، الى اراضي عميقه في البر الصيني والى كوريا الشماليه والى اجزاء من روسيا. فهذا يعني امر واضح جدا وجدل، وكل هذا ظهر خلال الفتره الاخيره. واذا قررت الصين اتخاذ يعني الاسلوب الخشن او القوى العسكريه تجاه تايوان هتبقى طبيعه الحال حتى لنفسها خطه للمواجهه مع اليابان والولايات المتحده فيما يتعلق بالجزر. وموقف كوريا الجنوبيه سيتوقف على الموقف كوريا الشماليه، هل ستدخل، هل الكتله الامريكيه ستتخذ القواعد لديها نقطه انطلاق تجاه الصين. هذا الامر يعني عشان تقول المشكله في تايوان فقط، لا، مسرح العمليات في شرق اسيا اذا بدا بتايوان سيتوسع الى اكثر من تايوان بكثير جدا يعني. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ رامي، ودائما يعني بنجهدك في بعض القضايا، لكن من المهم ان احنا نستمع لراي حضرتك وتحليلك لمجريات الاحداث خاصه ما يرتبط بالملف الصيني، لانه تقريبا ملف فيه تعقيدات واحداث شبه يوميه كثيره. طبعا اشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقيك على كل خير. الاستاذ رامي ابراهيم الباحث في العلاقات الدوليه، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الشكر ايضا موصول لحضراتكم. الاسبوع المقبل باذن الله تعالى حلقه جديده من برنامج اسيا. الى اللقاء.